حالي ده هو ايه؟ عايزين ولا استنتاجات يعني؟ عايزين استنتاجات في الامتحان ولا لا؟ بارشال في على بارشال اكس، والاي واي هي ماينس بارشال
الاخر ايه هي؟ هي اي اكس 3 على اكس. مين الاي اكس عندنا؟ ماينس بارشال في على بارشال اكس اتجاه الاكس، بارشال في على بارشال واي اتجاه الواي، بلس بارشال في على بارشال زد اتجاه مين؟ الزد. حد عنده مشكله في دي؟ ارجوك لو في مشكله سلمي. فاكرين النبله اوبريت؟ نبله ايه هو النبله؟ كتبناها لما كنا بنعمل دايفرجنس، هي بارشا على بارشا اكس اتجاه مين؟ الاكس، بارشا على بارشا الواي اتجاه الواي، بارشا باي بارشا زد اتجاه مين؟ الزد. ده مين بالنسبه لنا؟ النبله. ايه رايك لو ضربناها في ضرب عادي يطلع ايه؟ بارشال في بارشال اكس اتجاه الاكس بلس بارشال في بارشال واي اتجاه مين؟ بارشال في بارشال زد اتجاه زد. مين ده؟ هو الاي بس اللي شرح ماينس، يبقى ماينس اي والاثبات ينتهي عند ان انا اقول ايه بقى؟ اذا اي تساوي ماينس نبله في. بس ده اسمه ايه بقى بالنسبه لنا؟ المعنى الفيزيكالي ايه هو؟ ماينس جراد في. الاي هي ماينس جراد مين؟ يبقى النبله لما اتضربت دوت برودكت اطلقنا عليها مين؟ دوت برودكت سميناه دايفرجنس. لما اتضرب ضرب عادي خالص سكيلر برودكت، مش هسميه دوت سكيلر، ضرب عادي مالتيبليكيشن عادي خالص، بيسموه مين بقى في الحاله دي؟ جريدينت. يبقى الاي هي ماينس جراد مين؟ لفي، و حيث جراد الفي ايه هي بقى؟ بارشال في بارشال اكس اتجاه مين؟ الاكس، بارشال في بارشال واي اتجاه مين؟ الواي، بارشال في على بارشال زد اتجاه الزد. تحفظ لي جراد في للكارتيزيان، والاي كوردينيت الثانيه هتبقى جيفن في المساله. الدايفرجنس اللي دي حافظينه للكارتيزيان كان ايه برضه؟ بارشال دي اكس على بارشال اكس من غير الاي اكس طبعا، بلس بارشال دي واي على بارشال واي، بلس بارشال دي زد على بارشال زد. اللي من قدامنا ده بنسميه مين عندنا؟ جراد او جريدينت مين؟ الفي. اي سؤال؟ يبقى لو انا هشتغل كارتيزيان كوردينيتس الجريدينت انك تفاضل بالنسبه لاكس اتجاه مين؟ الاكس، وتفاضل بالنسبه لواي اتجاه الواي، وتفاضل بالنسبه للزد اتجاه مين؟ الزد. فاكرين المساله بتاع الرينج؟ عايزين الايه؟ احنا جبنا الفي صح؟ عايزين نجيب بقى مين منها؟ الايه؟ يعني نفس النظام ده يتعاد كمان مره، بس بدل ما يقول لي هات في يقول لي هات مين؟ ايه؟ طب ما انا جبت الفي، ارجوك خلص كده عشان عايز اخد اكزامبل واسيبك تمشي. وعايز اجيب طبعا بقى
مين عندي؟ رو ام اي على 2 اكس. الماينس هاف دي تنزل في زد سكوير بلس اي سكوير، واطرح منها واحد بلس ماينس كام؟ 3 على اي. واضرب في مين لسه؟ في الدريفت بتاع الدخل الكات بتاع، يبقى اضرب في مين لسه؟ في 2 زد. ارجوك ما تنساش ان ده كله اتجاه مين انا في الاخر؟ الزد. قال لي ايه نتيجه ايه؟ نتيجه وجود رجل. بقت سهله، جبت الفيت وفضل جيب منه مين؟ الايه؟ اعتقد ان المساله دي عدت عليك قبل كده في شابتر 2. المساله الله اعلم مش متذكر الرقم كام، كانت رينج برضه، مساله مش سهله كانت طويله. لكن لو انا جبت الفيت المعادله دي اسهل واجيب منها مين مباشره؟ الايه؟ تو سمرايز بس الكونكلوجن بتاعي، ان انا اقدر اجيب الايه دلوقتي بكام طريقه؟ ثلاث طرق، منها انك تجيب الايه تساوي ماينس جراد مين للفي. هنقف هنا المره دي ان شاء الله نكمل بكره. ناس كانت بتسالني على الفرق بين الزوجي والالغي، احنا لا، لما قلنا نحل الفرق ما كانش الهدف منه حاجه بعينها اكتر من ان احنا لقينا بشكل حوالي 33 مساله من افريج، فاحنا قلنا كفايه الفرق دي. لازم الزوجي قبل المساله، لان المسائل كلها نفس الافكار. لما حللنا ال 15 الفردي هم زيهم زي ال 15 الزوجي، وبالتالي مفيش داعي ان نقول الغي او ملغيش. افكارنا في الاتحاد هي نفس افكار الاتحاد في الشيء. قد يكون اسهل من وجهه نظري انا، ان الاتحاد في تصوري ليها هيبقى اسهل من الشيء كمان، لكن يبقى شيء واحد ان المساله مش هتتنقل نقل مباشر من الشيء. وبالتالي اللي يمسك المساله ويقرا حلها وبعدين يحلها هو بيحفظها. وبالتالي هو هيشوف مساله ما شافهاش في الشيء قبل كده. يمكن هي اسهل من شيء، بس ده ما تعودش ان يفكر. ارجوك حاولوا تحلوا المساله بعدكم قبل ما تبصوا عليها. اشوفكم بكره ان شاء الله.